السلام عليكم. اليوم بنسوي لكم قيمة عراقية، والمكونات حاليا حطيت زيت وبصل مفروم ناعم. طريقة سريعة وسهلة وما تتعبكم ان شاء الله، وكمية كبيرة اللي دا اسوي هاي. شوفوا المهم هسه بصل حاليا كلامته ناعم، وحطيت زيت وشوية زبدة عادي ما يأثر. المهم اول شيء بصل، تابعوا يعني الفيديو. حطينا هسه ثوم، ثوم شوية حطينا، ضعوا هاي شوية ثوم حطينا، ثوم حطينا شوية هم اقلبه. هسه بعد ما هيك صار راح اخلي اللحم، اللحم مفروم راح احط. حبيبتك ساعدني شوي، هاي اللحمة المفرومة نخليها هون هلا هسه حاليا. اوقف ثواني، افتحها، نخليها اللحمه كلها نخليها هنا. اوكي تابعوا يعني الفيديو، شوفون شلون قيمة صار. هو بعد قلبوها صارت قلبوها بعد لحد ما يتغير لونه كله، يصير يستوي اللحم والبصل والثوم كله سوا يصير. وشوفوا الفيديو تابعوا يعني. بعدين استوت اللحمة، صارت اللحمة ويا البصل ويا الثوم، شوفوا شلون صارت. هسه حاليا احضر الحمص، عندي حمص علب، حمص علب عادي فتحتها وحطيت المي، المي اللي راح استخدمها هنين. اضرب الحمص، اضربه هذا الميكسر، ضاعوا هذا الميكسر، اضرب الحمص كله بدون مي، المي حطيت هنا واحدة عزلت. اوكي المي راح استخدمه، المي هو بنكهه مالته مال حمص طيبه، فاحط القيمه استخدمه. تابعوا يعني الفيديو بين ما اخلص انا، تابعوا يعني الفيديو هسه. اعزائي المشاهدين طحنته، شوفوا كله بهاي سويته صار مثل الطحين. شوف حمص مسلوق حتى يصرف لكم ارخص، ويصرف لكم غاز، ويصرف لكم كل شيء. فهي شغله سريعه سووها هسه، وتابعوا يعني الفيديو. هاي شوفوا، هاي معجون طماطه وياها طماطه ضربتها بالخلاط، بس فرامتها وبالمكسر هم ضربتها، وحطيت لها معجون طماطه، معجون طماطه حطيت لها تقريبا 5 علب، هم 500 غرام 800 غرام الواحده تجي، فحطيت لها 5 علب، طبعا كميه كبيره قاعد اسوي. اوكي وهاي الطماطه ضربتها، شوفوا بيها قطع طماطه شويه صغار، فهسه راح احطها فوق اللحمه. شوفوا اللحمة صارت هاي المثرومة، حطيتها كلها هنا ويا البصل بعد ما صارت خلصت. هسه راح احط المعجون الطماطم. اوكي تابعوا يعني الفيديو. اعزائي المشاهدين حطيت المعجون، تابعوا يعني. اعزائي المشاهدين هسه نحط الحمص، بعد ما حطينا معجون طماطه ونحط الحمص، هسه الحمص اللي هرسناه. اوكي وراح نحط المي مال الحمص همين. هسه حطيت له شويه بعد معجون، هاي المي مال الحمص بعد معجون حطيت له، وراح احطه هنا اديره بالجدريه. اوكي تابعوا يعني الفيديو. طبعا هسه البهارات اللي استخدمها، قرنفل مطحون، قرنفل مطحون، هيل، هيل مطحون، دارسين قرفة مطحون، دارسين اوكي مطحون، استخدم هذني. بعدها استخدم الملح واخلي لها حامض صناعي شوية، وبالاضافة الى نومي بصرة مطحونة، بس لا تحطون هواي، هواي تمرمر، حطوا شوية فشيقة. انا يعني طبعا ما عندي هنا هسه حاليا، بس راح اجيبها واحطها. اوكي ف وخلوه تغلي على النار، تغلي وراح تشوف طعمه. طبعا انت راح تقولون شنو هذا، شوفوا طبعا حطيت الملح واحط القرنفل، واحط الهال، طبعا القرفه، بس خل اصور لكم
هذا الكارسي. وأحط الهيل الناعم. ولا تنسون تحطون المنبصل المطحون. اوكي راح احط لك صحانه حامض. شوف طبعاً فلفل اسود طعام ونكهه طيبه، وبالاضافه الى جوز الطيب. جوز الطيب تكون كمية زينة. هاي كاري، حطون كاري همية. شوفوا طعمها شلون طيب راح يصير. تابعوا يا فيديو. حطوا له كمون همية. كمون كمون شوية تحطوا لها. نحط هاي طبعا حطون فلفلكم همين وياها وتخطوها شويه. شنو هاي انه لحم مثروم؟ شنو اول مره يجي؟ احنا بالمطاعم نستخدم لحم مثروم نسويه القيمه على السريع، شغله سريعه، لان هو نفس اللحم بدل ما احط انا واسلقه وما ادري شنو، انه هو تجيبه ثرمته حطيتها مع السريع يتقلى وهم على السريع يصير. جربوها الطريقه وراح تقولون صدق هاي القيمه مضبوطه وكلش طيبه، شيء سريع وطيب. اتمنى تنال اعجابكم. وطبعا تخينه بس خلوا لكم مالتها. شوفوا شلون بعد من تغلي راح تدخن اكثر زين، وتجي تحبون مي تحطوا له بعد اكثر، حطوا لها مي اضافه اكثر. وهذا الحمص صار هنا بيها كسر، طبعا كسر انا يعني بس هيك باقي كم وحده من المكسرات. شوف هذا كسر بيه. واتمنى هنا اعجابكم، جربوها ما تحسوا خساره، كلش طيبه. تتقدم وياها تمن، تمن ابيض تتقدم وياها. جربوها وشوفوا شلون طيبة. تحياتي لكم شيف سنان عبيدي من المعلم.